القصة الكاملة لحادث مستشفى السلط في الأردن وأول رد من الحكومة. أثار حادث مستشفى السلط في الأردن صدمة كبيرة بين الجمهور والرأي العام الأردني، حيث انقطع الأكسجين على المستشفى الذي يخدم نحو 200 مريض من المصابين بوباء كورونا. حادث مستشفى السلط، ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية أردنية، فقد لقي 6 مرضى مصرعهم إثر انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد، حيث يرقد أكثر من 200 شخص من المصابين بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة. وردا على تلك الحادثة، أعلن الدكتور نذير عبيدات الذي يشغل منصب وزير الصحة الأردني الاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل المتورطين في هذا الحادث الأليم. وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور نذير عبيدات من داخل مستشفى الحسين السلط الجديد، أكد أن الحادث وقع جراء انتهاء مخزون الأكسجين، ما أدى إلى وفاة 6 من المرضى، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية ما جرى. وأضاف وزير الصحة الأردني أن تفاصيل الأزمة وقعت عندما حدث انقطاع للأكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية الحثيثة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها وضع أكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل الرهيب توفي 6 مواطنين والتحقيق ما زال جاريا. وأكد أن الموت لا يوجد له مبرر، وستتم محاسبة المقصرين، مشيرا إلى وجود لجنة من النيابة العامة سوف تتولى التحقيق في هذا الموضوع للوقوف على أسباب هذه الوفيات، وأشار إلى أن التحقيق سيكون فنيا وصحيا حول ما حدث في المستشفى. وبدأ 3 مدعين عامين في دائرة الادعاء العام بمحكمة السلط التحقيق بقضية مستشفى السلط بحضور رئيس النيابات العامة ونائب عمان. وقال مصدر قضائي السبت إن النيابة العامة بدأت التحقيق بمجرد وصول خبر حادثة المستشفى عن طريق 3 مدعين عامين سيقومون بإجراء تحقيقات شاملة. وأضاف أنه يتواجد في دائرة الادعاء العام بمحكمة السلط رئيس النيابات العامة ونائب عمان، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة جميع ملابسات الحادث.